بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا شباب، نستكمل آخر جزئية تقريبا، يعني من شابتر الداتا هاندلينج. كنا بدأنا نتكلم عن اللينير ليست سكويرز في الحصة الماضية، وشفنا انه عادة انا مش ضروري ارسم خط مستقيم، لانه حتى لو حاولت اني ارسم خط مستقيم يدويا فلا بد الا انه يكون في هناك نوع من التحيز، الخط يطلع لفوق شوية من ناحية معينة أو لتحت شوية من ناحية أخرى، أو أنه الخط يكون حتى أسمك شوية علشان يعني نقربه على النقاط. يعني في هناك درجة كبيرة قد تكون من التحيز للأوبريتر أو للأناليست، فبالتالي بفضلش أنا أنه يعني نرسم الخط. وفعليا إحنا باللينير ليست سكويرز بنحاول أنه نرسم أو نحسب معادلة الخط المستقيم. قلنا عادة معادلة الخط المستقيم ممكن نحصل عليها y بتساوي mx زائد b. عشان نحصل عليها بدنا نجيب قيمة الام وبدنا نجيب قيمة البي. الام اللي هي السلوب قلنا بنحصل عليه من المعادلة، المعادلة اللي قدامي summation xi yi minus نفتح قوس summation xi في summation yi على n على summation xi squared minus summation xi الكل سكويرد على n مثلا، بنجيب منها الام. لما نحصل على الام ساعتها ممكن نطلع على المعادلة y بتساوي mx زائد b. احنا عندنا ال yi وال xi، فممكن نجيب ال y bar او average وال x bar او average. معنى الكلام عندي ال y bar وال x bar وعندي الام محسوبة، فبقدر اجيب البي. اذا كان حصلنا على الام والبي، اذا معادله الخط المستقيم صارت معروفه عندي. لو عندي اي unknown value بالواي سكيل يعني بالسيجنال، بقدر اجيب الاكس اللي هي تعتبر الكونسنتريشن. انا لخاطر انه ناخذ مثال يعني نشوف تطبيق على هذا الكلام، فبقول مثلا بالنظر للديتا اللي قدامي، اذا كان في عندي ديتا، حصلت على الديتا كيف انا؟ حصلت عليها باني استخدمت ستاندرد سوليوشنز من الريبوفلافين، فكل تركيز قست له الفلوريسنس. الفلوريسنس يعني الوميض. هذا الريبوفلافين اذا كان اسقط عليه ضوء معين بينشا عنه وميض، شده الوميض بقيسها، في جهاز بقيسها اسمه سبكترو فلوروميتر او سبكترو او فلوروميتر لحاله من غير سبكترو. المهم فبنلاحظ انه لما كان صفر الفلوريسنس او الوميض كانت صفر، لما كان تركيز الريبوفلافين 1/10 كان الفلوريسنس او الوميض 5.4، لما كان التركيز 2/10 كان 12.2، 4/10 كان 22، و3 8/10 كان 43.3. ففي عندي تركيزات معينه، كل تركيز اعطاني منهم ايه؟ سيجنال معينه. طب بيقول لي اذا كان في تركيز مجهول حصلنا منه على سيجنال 15.4، وميض 15.4، ايش تركيز، ايش هو هذا التركيز المجهول، ايش قيمته؟ طبعا انا بامكاني اني ارسم الواي مع الاكس وارسم خط مستقيم واقول والله هي 15.4، ايش بيقابلها من التركيزات. لكن هان ايش قال لي؟ without plotting، من غير ما ترسم، يعني بده نجيب معادلة الخط المستقيم. طب كيف بدي اجيب معادلة الخط المستقيم؟ هاي ال xi وهي ال yi. نشوف xi 0.1، 2/10، 4/10، 8/10، summation مجموعهم 1.5. لو بدنا نجيب ال average 1.5 على 5 3/10. معايا يا شباب؟ طيب ال yi نفس الكلام، summation 83.6 على 5 لو بدنا نجيب ال average 16.72% مثلا. طيب انا الان طلعت السميشن اكس اي وسميشن واي اي وسميشن اكس اي سكويرد في العمود الثالث، وايضا سميشن اكس اي في الواي اي، هدول كلهم لازمين للمعادله عشان اقدر اطبق المعادله واجيب السلوب الام، اجيب الام لسه. فلما طبقت المعادلة عوضت فيها، فلقيت انه الام بساوي 53.75. اذا من تطبيق المعادلة حسبت السلوب. الان
بقدر اقول ايش؟ انا عندي الافريج واي والافريج اكس وعندي الام، ايش بقدر اجيب؟ البي. البي بتطلع عندنا مباشرة بالتعويض 6/10. ما دام انا عارف الام وعارف البي، اذا لو قلت الواي بتساوي اللي اعطاها لي 15.4، ايش الاكس؟ قال الاكس بتطلع 0.275 نانو جرام على اللتر. يبقى على طول بجيب التركيز. في هذه الحالة لو احنا اتبعنا هذه الخطوات واعطيناكم الديتا لكل الصف، المفروض انه كله يجيب لي نفس النتيجة. بينما لو قلنا لكل واحد يرسم خط مستقيم، اكيد النتائج حتكون مختلفة. طيب يا شباب، انا بس بدي اقولكم حاجة. في الواقع يعني وفي الحقيقة يعني انا ما بعملش هذه الحسابات كل ما بدي يعني اجيب تركيز مادة. انا اللي بسوي انه بحط الـ X values والـ Y values على الإكسل. مايكروسوفت اوفيس موجود في برنامج الإكسل. برنامج الإكسل هو برنامج احصائي، بقدر ارسم فيه، بقدر زي ما احنا شايفين هذه النتيجة جاية من إكسل. فالإكسل مجرد ما احط النتائج هو نفسه، او احط الفاليوز للإكس والواي، هو نفسه بيعطيني ايه؟ معادلة الخط المستقيم. لاحظوا المعادلة، المعادلة نفس المعادلة اللي حصلت عليها، بس هو طبعا بعملها حسابيا باقل من جزء من الثانية بكون خلص. وايضا برسم الخط، انا مش بحاجة للخط، انا بحاجة للمعادلة علشان اجيب الإكس المجهولة. معايا يا شباب؟ يبقى بدنا نتعلم كيف نستخدم الإكسل، وان كان مش مطلوب منا في الامتحان، لكن الكتاب بيفرجيك كيف تطلع هذه القيم من او باستخدام برنامج الإكسل خطوة خطوة. مش بس هيك، تعال نطلع على مثلا الاف تيست، او نطلع على التي تيست، او نطلع على الستاندرد ديفيشن، الافريج، كل هذه يعني الموضوعات يمكن ايضا استخدام الاكسل في حسابها. مش بس الاكسل برسم او بطلع معادلة خط مستقيم، لا، بحسب لك الاف تيست، وبحسب لك التي تيست، بحسب لك الستاندرد، زي ما بدك. كل هذه المعلومات بجيبها لك بسهولة وباقل من يعني باجزاء من الثانية. عشان هيك انا بانصح اي طالب خلص اختار انه يدرس علوم او انه يكون العلوم مهنته، انه يتعلم الاكسل بشكل جيد، لانه الاكسل ضرورة لاي انسان في عنده اهتمام بالعلوم، فما بالكم انسان مهنته العلوم. هنرجع لهذا الجراف بعد شوية. الان خلينا نطلع على اخر نقطة في الشابتر، نتحدث عن حاجة بنقول لك correlation coefficient، معامل التوافق. correlation coefficient، الكوريليشن كوفيشنت بنعطي له عادة رمز R صغيرة، بنعطي له عادة رمز R صغيرة. ايش بيساوي الكوريليشن كوفيشنت؟ برضو معادلة زي ما احنا شايفين، تبدو معقدة لكنها مش معقدة على الاطلاق. يعني مثلا ان في summation xi yi، طب ما احنا شفناها ال xi yi قبل شوية في الام في حساب السلوب. summation xi شفناها، summation yi شفناها، summation xi squared برضو شفناها، summation xi squared يمكن احنا ما شفناهاش يعني او ما استخدمناهاش، لكن بسهولة بالربع summation xi بيصير summation xi squared، summation yi برضو squared برضو بسهولة بحصل عليها. معنى الكلام اذا كان انا حسبت الام او طلب مني اني احسب الام، ممكن اكمل هالخطوات واحسب الار بسهولة جدا. الار عن ايش بتعبر؟ بتعبر عن يعني مدى التوافق ما بين الاكس والاكس فاليوز والواي فاليوز. بمعنى تعالوا نشوف هالشكلين اللي قدامي. في عندي عدة تركيزات من البروتين، تركيزات ستاندرد من البروتين، مثلا 5-6 تركيزات. اجينا جبنا طالبين مثلا وقلنا لكل طالب منهم يعمل الجراف، يقيس قديش الابزوربانس او الامتصاص لكل واحد من التركيزات اللي عندنا. فوالله واحد من الطلاب حصل على الشكل اللي قدامي هذا. لاحظوا النقاط تقع تماما على الخط. طب الثاني لاحظوا سكاترد، شايفين النقاط ولا لا؟ سكاترد بعيدة عن الخط، لكن احنا قلنا بدناش نرسم مثلا.
فقلنا هاتوا لنا بالله معادلة الخط المستقيم. فالاثنين جابوا نفس المعادلة مثلا، طب طلعوا قيمة المجهول، الاثنين جابوا مدام طلعوا نفس المعادلة إذن حيعطوا نفس القيمة للمجهول. طيب لكن هل بالفعل شغل الطالب الأول زي شغل الطالب الثاني؟ يبقى هان بيجي معامل التوافق، هان معامل توافق عالي جدا، بنقول قريب من واحد صحيح، واحد صحيح أو قريب من واحد صحيح، بينما هناك معامل توافق إيش ماله؟ ضعيف، ضعيف مش كتير. عشان هيك قيمة الآر مهمة جدا بالإضافة للنتيجة، لأنه حسب قيمة الآر بيكون في عندي ثقة في مدى توافق نتائج بعضها مع بعض، مدى التوافق كويس، في عندي ثقة فيه، أو أنه هذا المثال الأول عندي ثقة عالية، بينما المثال أو الشكل الثاني لا والله الثقة فيه ضعيفة كتير، ضعيفة مش زي الأول. فالآر بتعطيني مدى التوافق وبتدلني على مدى الثقة في الشغل اللي مشغول، والله شغل ممتاز ولا شغل رديء. بنقول إحنا سكان الآر اقتربت من الواحد، يعني كانت مثلا واحد أو 0.999 فهذه بتكون ممتازة، بينما لو كانت أقل من 9 من 10 سيئة، توافق سيء مش كتير. لو كانت في النص بين 9 من 10 والواحد صحيح، يعني بتكون إلى حد ما يعني مثلا 0.95 جيدة مش عاطلة، لكن مش ممتازة، توافق جيد لكن مش كتير ممتاز. ماشي. العلماء لأنه كتير منهم بيشتغل شغل دقيق للغاية بيعملوا ريبورت لقيمة أخرى هي الآر سكويرد، يعني بيعملوا ريبورت للكوريليشن كوفيشنت سكويرد. طيب ليش بيعملوا سكويرد؟ تعالوا نشوف مثلا لو كان الكوريليشن كوفيشنت 9 من 10، طب هذا لو ربعناه احنا ايش بصير؟ بصير 8 من 10 صح؟ 81%، يعني 8 من 10. معنى الكلام لما ربعناه ايش حصل له؟ قل. واي كسر بالربع ايش بيجرى له؟ بيقل. عشان هيك لو كان الار سكويرد 0.99 بتكون هذا اشي ممتاز مش الار، لانه حتى ال 0.9 لما نيجي نربعها بدها تقل. فمعنى الكلام علماء كتير بدل ما يستخدموا الار سكان كانوا واثقين جدا بشغلهم بيستخدموا الار سكويرد، وهي زي ما انتم شايفين هان الاكسل على طول بيعطيك الار سكويرد مدى التوافق، هان طبعا 0.9989 يعتبر توافق ممتاز. انا بدي اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا الشابتر، وبدي انتقل مباشره للشابتر الخاص بالستوكيومتري. طيب يا شباب، يعني بنقول استوكيومتريك كالكوليشنز، استوكيومتريك كالكوليشنز ايش المقصود فيها؟ ماشي، الحسابات الكيميائية احنا بنقول بشكل عام، لكن لا، هي مش كل الحسابات الكيميائية، هي الحسابات الكيميائية اللي بنجريها اذا كانت التفاعلات اللي عندنا تفاعلات تامة، التفاعلات اللي عندنا كوانتيتيتيف، تفاعلات يعني بتمشي بنسبة 100%، يعني فيش فيها اتزان، فيش فيها اتزان. والنوع الآخر انه يكون في عندي مثلا مادة زي ما حنشوف بعد شوية، يعني لما بدي اعرف مثلا ايش هي الاستوكيومتري بقول هي المول ريليشن شيبس. المول ريليشن شيبس تنطبق على التفاعلات، تنطبق على المواد. يعني كيف؟ يعني مثلا في عندي تفاعل اكس مول من A بتفاعل مع واي مول من B عشان يعطيني زي مول من مثلا سي، يعني نسبة اكس لواي لزي هذا عبارة عن مول ريليشن شيبس، عدد مولات A لعدد مولات B لعدد مولات C لعدد مولات D، هذه اسمها مول ريليشن شيبس، او انه الاستوكيومتري للتفاعل هدهي. هذا فيما يتعلق بالتفاعل. اذا العلاقة بين المولات، النسبة بين عدد المولات، هذه الاستوكيومتري، هذه حاجة. لكن برضو مثلا انا لو كان عندي مثلا صوديوم كربونات بقول في عندي استوكيومتري انه 2 مول صوديوم بتفاعلوا مع 1 مول كربون مع 3 مول اكسجين
عشان يعطوني صوديوم كربونات، فهذا برضه ستوكيومتري. الستوكيومتري هي 2 صوديوم 1 كربون 3 او، ماشي. فالستوكيومتري هي المول ريليشن شيب، سواء تكلمنا عن تفاعلات او تكلمنا عن مواد بحد ذاتها. صوديوم كلورايد ستوكيومتري 1 لواحد، صوديوم كلورايد ستوكيومتري 1 لواحد. طيب نيجي نراجع بعض المفاهيم الأساسية علشان احنا نقدر نشتغل بشكل سليم، لابد الا انه تكون الارضية عندنا مهيئة. فاحنا رايحين نفترض انه يعني الكلام اللي درسناه سابقا مش كتير علق، فبدنا نحاول نبني يعني اساس للحديث تبعنا خلال الشابتر هذا والشباتر الجاية. فبتكلم عن الفورمولا ويت. فورمولا ويت يعني وزن الصيغة، مثلا وزن الصيغة هي المولكولار ويت؟ بنقول لا، مش هي المولكولار ويت. في فرق بين الفورمولا ويت والمولكولار كمصطلح. الفورمولا ويت لا لا مش صيغه امبيريكال، فورمولا هذيك الصيغه الاوليه لا. فورمولا ويت عاده لما بدي اجي اتكلم مثلا انا عن حاجه زي الصوديوم كلورايد، الصوديوم كلورايد هذا عباره عن مركب ايوني، بمعنى انه ما فيش ذره صوديوم معينه مرتبطه ارتباط كامل وحيد مع ذرة كلورايد معينة. يعني بقدرش امسك جزيء صوديوم كلورايد بايدي. ليه؟ لانه ذرة او ايون الصوديوم اللي موجود مرتبط مع عدة ايونات كلور حواليه، ففيش ايون صوديوم معين مرتبط مع ايون كلورايد بشخصه بذاته، لا مرتبط مع عدة ايونات كلورايد، فبقدرش افصل واحد لوحده هيك. علشان هيك بقدرش اقول انه الصوديوم كلورايد مولكيول، لكن هو كصيغة NaCl. من وين جبناها؟ قال والله اي كريستال من الصوديوم كلورايد عدد ايونات الصوديوم بساوي عدد ايونات الكلورايد، وهو الكريستال هذه حنلاقيها كريستال متعادلة كهربيا، لانه الشحنات الموجبة تساوي الشحنات السالبة، لكنها مش جزيئات. عشان هيك ما ينفعش اقول والله المولكولار ويت للصوديوم كلورايد او الصوديوم كربونات او اي مركب ايوني، اقول له مولكولار لانه مش مولكيولز، لكن الصيغه هي عباره عن NaCl او Na2CO3 او صوديوم صلفيت او وما الى ذلك. لكن مثلا في خلاف، نيجي لجزيء زي الميه، الميه O مرتبط معها H، مرتبط معها H ارتباط تساهمي. يعني انا في امسك مثلا، يعني لو قلنا جدلا، في امسك جزيء الميه واقول هذا جزيء ميه هيها، وامسك جزيء ثاني واقول هذا جزيء ثاني، بدي اعدهم مثلا واحد واحد، لانهم مرتبطين. الاو هذه مرتبطه بالاتش، هذه مرتبطه بالاتش، هذه مش مرتبطين بكل الاتش اللي حواليهم، مش الاو مرتبط بكل الاتش، لا هو مرتبط فقط بتو هيدروجين اتومز، كل او مرتبطه بتو هيدروجين اتومز، وبالتالي هذا مولكيول. احنا عموما عشان نطلع من هذه الدائره بنقول الفورمولا، لفظ او مصطلح فورمولا بينطبق على المركبات الايونيه كما ينطبق على المركبات التساهميه، هي لانه برضه الاتش 2 او هذه فورمولا، لكن لما نقول فورمولا تنطبق على المركب الايوني وتنطبق على المركب التساهمي، لكن كلمه موليكولار او مصطلح موليكولار لا تنطبق الا على المركب التساهمي. لهذا السبب احنا خلال الفصل هذا او الكورس هذا حنستخدم مصطلح فورمولا ويت للدلاله على الاثنين، سواء كان مركب تساهمي او كان مركب ايوني، حنستخدم مصطلح فورمولا ويت لانه هذا الصح، لانه المركبات الايونيه ليست مولكيولز، هي عبارة عن الصيغة تبعتها بهذه الصورة. فمثلا لو بدنا نجيب الفورمولا ويت للمركب كالسيوم صلفيت 7 مية، انتبهوا شوية كاستوكيومتري، والله في عندي مول كالسيوم مع مول سلفر، اكسجين 4 و7 11 14 هيدروجين، هاي الاستوكيومتري كويس. لو بدي اجيب انا الفورمولا ويت بقول والله كالسيوم 1 في 40 الاتوميك ويت، السلفر 1 في 32 الاتوميك ويت، الاكسجين 11 في 16 مثلا، الهيدروجين 14 في 1، بيطلع عندي مثلا 262.14. كويس، طبعا بنعرف نجيب الفورمولا ويت لاي مركب
عن طريق انه نشوف الاتوميك ويتس. الصم للاتوميك ويتس هذا بيعطيني الفورمولا ويت. بنتكلم الان ايضا عن المول كونسبت، مفهوم المول. ايش مفهوم المول؟ قال والله يعني المول احنا اخذنا انه المول بيساوي 6.023 في 10 اس 23 اللي هو عدد افوكادرو من مثلا الذرات او من الجزيئات او من الكراسي او من الطاولات او من البني ادمين. المول زي هيك، هذا العدد المول هو عدد افوكادرو من الوحدات اللي احنا بندرسها. احنا مش هندرس هذا التعريف، او احنا بهمناش هذا التعريف في الكيمياء التحليليه الان. طب ها ايش بدنا نقول؟ ايش هو المول؟ قال المول هو عباره عن جرام فورمولا ويت، او يعني الفورمولا ويت معبر عنها بالجرامات. فمثلا لو سالت انا، لو قلت ايش الفورمولا ويت للهيدروجين للH2، قال 2 للH2 2. طب المول من الH2 كم جرام؟ قال يعني 2 جرام، هو الفورمولا ويت معبر عنها بالجرامات. نفس الكلام، طيب ايش الفورمولا ويت للO2؟ قال 32، يبقى المول O2 32 جرام. طيب ايش الفورمولا ويت او الاتوميك ويت لانها ذره؟ ايش الاتوميك ويت للO؟ قال 16، اذا المول 16 جرام O. طب ايش ايش الفورمولا ويت للNaCl؟ قال 58.5. اذا المول من الـ NaCl 58.5 جرام NaCl. نفس الكلام الصوديوم كربونات، المول 106 جرام. ليه؟ لأنه الفورمولا ويت 106، إذا المول 106 جرام. بمعنى آخر لو أخذت 2 جرام من الـ H2 وأخذت 106 جرام من الصوديوم كربونات، راح ألاقي فيهم نفس العدد من الفورمولا 6.023 في 10 أس 23 مولكيول من الـ H2، أو وحدة من الـ Na2CO3، فورمولا من الـ Na2CO3. كويس؟ فالمول هو عبارة عن جرام فورمولا ويت. في الحقيقة يا شباب، لما أجي أتكلم مثلا عن الصوديوم كربونات، بقول المول 106 جرام. احنا في المختبر بنقول كاش والله حضر واحد مولر من الصوديوم كربونات، يعني 106 جرام بدك تدورها في لتر، ولا عمرنا قلنا لك كلام زي هذا. احنا بالكتير بنقول لك مثلا اوزن 1 من 10، 2 من 10، 5 من 10 من الجرام. مش نقول لك 100 ولا 106 ولا 200، لا بنعملش هذا الكلام. عشان هيك المول بالنسبة لنا وحدة ايش مالها؟ كبيرة للغاية. عشان هيك بنستخدم الملي مول. فإذا كان المول بساوي جرام سبستنس على الفورمولا ويت، فالملي مول بده يساوي ملي جرام سبستنس على الفورمولا ويت. وطبعا المول يا شباب هو الوحدة القياسية لقياس كمية المادة. كمية المادة تقاس بالمول، كمية المادة كوحدة قياسية تقاس بالمول. فالمول بساوي الماس سبستنس على الفورمولا ويت سبستنس. لكن احنا قلنا انه المول هذا يعتبر وحدة كبيرة، عشان هيك بنقول الملي مول ايش بيساوي؟ ملي جرام سبستنس على الفورمولا ويت سبستنس. الكتلة المولية، فورمولا ويت هي يعني الصيغة، جرام على المول، يعني جرام على المول، جرام على المول. طيب تعالوا ناخد هذا التعريف، مدام الملي مول بساوي او ملي جرام على الفورمولا ويت، فتعالوا نشوف هل يمكن حساب عدد الملي مولز. فعندي مثلا سؤال بيقول the number of millimoles of sodium tungstate، بده اياه هو، او بنقول find the number of millimoles of sodium tungstate. الفورمولا ويت له 293.8 present in 500 milligram sodium tungstate. يعني انا عندي sodium tungstate قديش وزنتها كتلتها؟ قال 500 milligram. طيب اكم ملي مول يعني؟ بيقول ملي مول بده يساوي الملي جرام 500 على الفورمولا ويت اللي هي 293.8. الدبليو هو يا شباب عنصر التنجستون اللي موجود في الفيلمنت لللمبات اللي بتضوي اصفر عندنا في البيوت.
كويس. عنصر التنجستون اسمه يعني رمزه دبليو دبليو. فهان بقدر بسهوله شاهد في الكلام انه اذا كان عندي اي كتله بقدر اجيب كم ملي مول فيها. كيف؟ بقول والله ملي جرام الكتله بالملي جرام على الفورمولا ويت للماده. ماشي يا شباب؟ عكس هذا الكلام ايش بيحصل لو عندي انا كتله معينه وبدي اشوف لو عندي عدد ملي مولات وبدي اجيب الكتله. انا توي كان عندي كتله بدي اجيب منها ملي مولز. خلينا ناخذ العكس طبيعي. فبقول نطلع بقول اوجد النمبر اوف ملي جرامز كونتيند ان 0.25 ملي مول ايرون اوكسايد، ومعطينا الفورمولا ويت للايرون اوكسايد 159.7. فبقول انا بسهوله خالص اسكان الملي مول بيساوي ملي جرام على الفورمولا ويت، اذا الملي جرام بتساوي ملي مول بالضبط في الفورمولا ويت. فهي عندي الملي مول 0.25 ملي مول في الفورمولا ويت بحصل على 39.9 ملي جرامز. اذا اللي بدي اقوله هذا كلام طبعا مفهوم بالضروره، مفهوم وواضح بالنسبه لنا كلنا، لكن كويس انه نحكيه مع بعض. بنقول اذا التحويل من ملي مول لملي جرام او من ملي جرام لملي مول هذا تحصيل يعني حاصل بسيط جدا جدا، يعني شغله بنحكيش فيها، شغله بديهيه. كويس هيك؟ يعني اني احول من ملي جرام لملي مول او من ملي مول لملي جرام مفهوم كيف نحول، مش هيك؟ ليه؟ لانه عندي الملي مول بساوي الملي جرام على الفورمولا ويت. فاذا كان عرفت واحده بقدر اجيب الثانيه، الفورمولا ويت هي معروفه من الجداول. كويس؟ بس كان عرفت واحدة بقدر اجيب الثانية. طيب يا شباب تعالوا نتطلع على الحسابات اللي مستخدم فيها محاليل، وبدي اتكلم في البداية عن المولاريتي. المولاريتي يا شباب يا طيبين ايش بتقول؟ المولاريتي ايش هي المولاريتي؟ قال والله هي عبارة عن وحدة لقياس التركيز في البداية، وحدة لقياس تركيز تركيز المحاليل، وحدة لقياس التركيز هي المولاريتي. ايش تعريفها؟ قال والله عدد مولات الصوليوت المذابة في لتر من المحلول، في واحد لتر من المحلول. كويس؟ وبقول من المحلول بمعنى ايه؟ بمعنى انه التوتال فوليوم بده يكون عندي لتر. التوتال فوليوم بده يكون عندي، ليه؟ لانه في بعض الاحيان لما المحلول يكون مركز انا بكون مذوب كمية كبيرة من المادة. هذه المادة لما تكون كتيرة طبعا المادة لها حجم، ف ححتاج اقل من لتر من المية، لانه انا بدي الحجم النهائي ايش يكون؟ لتر. فتعريف المولاريتي هي عبارة عن عدد المولات المذابة في واحد لتر من المحلول. يعني مش من المية، لانه لو حطيت لتر مية على كمية مادة كتيرة هيصير اكتر من لتر. ليه؟ لانه المادة فيه الها حجم. كويس؟ فبدنا ناخد بالنا. يبقى كتعريف المولاريتي بتساوي مول على اللتر، او ايش رايكم لو كتبت هنا ملي، حطيت ملي فوق بحط ملي تحت، ملي مول على الملي لتر نفس المعنى. يبقى المولاريتي يا اما مول على اللتر يا اما ملي مول على اللتر. طيب بمعنى اخر ممكن اقول انه الملي مول بتساوي هذه تحت الملي لتر في المولاريتي. بقدر اقول المول بتساوي المولاريتي في الفوليوم بالمل، او ان اقول الملي مول بيساوي المولاريتي في الفوليوم بالمل. كويس؟ عندي المولاريتي المول بتساوي مولاريتي في الفوليوم باللتر، بينما الملي مول تساوي المولاريتي في الفوليوم بالايه؟ بالملي لتر. ماشي يا شباب؟ يبقى صار في عندنا شكل اخر للملي مول. احنا قبل شويه كنا شفنا الملي مول بيساوي ملي جرام على الفورمولا ويت، وهلقيت ايش بنقول الملي مول؟ مولاريتي في فوليوم بالمل. خدوا بالكم يا شباب، اي مساله تخضع للاستوكيومتريك كالكوليشنز هي عباره عن غرفه مغلقه، باب محكم، مفتاح فتح الباب هذا هو عباره عن الملي مول. ايش هو الملي مول اللي بدنا نعرفه؟ لازم انت تجاوب حالك احد حاجتين، يا اما ملي جرام على الفورمولا ويت، يا اما مولاريتي بفوليوم. يعني بمعنى اخر انت بدك تحل اي مسألة استوكيومتري، اي مسألة غير مسائل الاتزان، بدك تحل اي مسألة ما تدورش ايش ما يطلب، ايش ما يكون مطلوب في المسألة مش مشكلة عندك،
المشكلة عايش انت بتدور فقط انت بدك تجيب الملي مول. اذا جبت الملي مول بتلاقي المسألة خلاص اتكشفت قدامك وانحلت. كمان مرة بقول اي مسألة حتواجهنا على ايش حندور؟ اذا كان جبنا الملي مول المسألة حنلاقيها محلولة. بس انا ححاول اقنعك خلال الفصل هذا انه هذا هو الشغل تبعنا، بس تجيب الملي مول. طب هو الملي مول صعب؟ لا، الملي مول من المعطيات، يا اما ملي جرام على الفورمولا ويت اذا كان معطيني ملي جرام، يا اما مولاريتي في فوليوم اذا كان معطيني مولاريتي وفوليوم. بس تفضل. بالنسبه للفورمولا ويت حتكون برضه بالملي جرام؟ هي لا، هي نفسها الفورمولا ويت عباره عن قيمه، لانه لحظه شويه، الفورمولا ويت ايش الوحده تبعتها؟ قال جرام على المول، او ممكن انت تقول ملي جرام على الملي مول، هي هي، فهي كقيمة هي واحدة بغض النظر عن الوحدة هل هي جرام على المول او ملي جرام على الملي مول. سيئا. لكن كمان مرة ايش ما يطلب في السؤال، اللي بيهمنا حاجة واحدة، بدي اطلع على اشي واحد، بدي اطلع فقط على الملي مول فقط. انا اذا كان جبت الملي مول المسألة انحلت، انتهى موضوعها. طيب نحاول نتطلع على المسألة التالية، وبدي اياك فقط تركز معايا على السؤال وتحاول تتخيل كيف بدك تحل المسألة. بنقول find the molarity of a solution، يبقى طالب ايش هو؟ ماليش دعوة فيها، ماليش دعوة فيها، انا عايش بدي ادور على الملي مول. ايش ما يطلب يطلب، مش مشكلة عندي. Find the molarity of a solution resulting from dissolving 1.26 grams of silver nitrate، معطين الفورمولا ويت ان اي توتال فوليوم اوف 250 مل، معطين الحجم. ماشي يا شباب، انا بدي اجيب الملي مول، انا عندي جرام بدي اجيب الملي مول، انتهى الموضوع. ايش الملي مول بده يساوي؟ 1.26 في 10 اس 3 ملي جرام بالضبط. فعلى الفورمولا ويت معطيني ايه؟ الملي مول بيطلع 7.42، مدد ما يطلع يطلع مش فريق، صار عندي ملي مول. طب ايش المولاريتي الان؟ المسألة اتكشفت، حتى لو مش عارف انت وين ماشي على طول المولاريتي بتساوي ملي مول على الملي لتر. هاي الملي مول معايا والملي لتر معايا، بقسم الملي مول 7.42 على 250 مل، هاي حل السؤال. اذا بدهاش مجهود كبير، فقط دور دائما على الملي مول وابدا فيها، حتلاقي المساله قدامك ايش حصل لها؟ اتكشفت تماما. طيب نشوف كمان سؤال قبل ما نمشي له، بدي بس افرجيكم احنا تعلمنا في سنه اولى انه نستخدم الدايمنشنال اناليسيس في الحل، يعني نستخدم الفاكتور ليبلد ميثود، يعني نستخدم الفاكتورز. فيمكن حل المساله الماضيه زي ما احنا شايفين، المطلوب نفس الطريقه، المطلوب اكم مول سيلفر نيتريت على اللتر، فيش مشكلة. ايش المعطى؟ 1.26 جرام سيلفر نيتريت على 250 مل. فانا بقول والله طريقة الحل، بقول والله انا بديش جرام، انا بدي مول، اذا بدي احول من جرام لو استخدم الفورمولا ويت، المول والفورمولا ويت. فبقول كل مول سيلفر نيتريت، كل واحد مول سيلفر نيتريت 169.9 جرام سيلفر نيتريت. اذا صار عندي فوق مول، انا ما بديش ميل تحت، انا بدي لتر، فبقول كل 1000 ميل عبارة عن 1 لتر. شفنا هذه الطريقة في الحل كويسة، مش مشكلة، لكن بدناش نحل فيها. احنا بدنا ندور على الملي مول، لانه هان لو غلطت اي غلطة وجبتها غلط معناته كل سؤال كل مسألتك غلط، مش هتاخد عليها اي درجة. لكن لو جبت الملي مول، انا بعرف انت مشيت خطوة، بقول لك بس تجيب الملاريتي تقسم الملي مول على الملي لتر، يعني مشيت نص الطريق ماشي، فبدنا الملي مول. لكن مش غلط انك تحل زي هيك، فمتاكد حل، انا بخصم مش راح اخصم لك على طريقه الحل، لا انت بتحل بالطريقه اللي بدك اياها، لكن انا بتمنى انه تعطي نفسك فرصه انك تفكر زي استاذك في الحل، بس اعطي نفسك هذا الشابتر يعني، بعدين حتلاقي انه صارت الامور دارجه عندك 100%. طيب نطلع على السؤال التالي ونحاول نفهم السؤال. السؤال ايش بيقول؟ Let's find the number of milligram sodium chloride per mil of 0.25 molar sodium chloride. لحظة شوية، بده ايش هو؟ بده اكم milligram sodium chloride على المل؟ طب احنا بنفهم شوية هذا الكلام، ولا بهمنا هو ايش بده بالضبط، انا بدي اجيب ايه؟
الملي مول. طب انا عندي ال 0.25 مولر يعني 0.25 مول على او 0.25 ملي مول على الميل. هو بدوش لو طلعت انت على المساله ما دام فهمتها بالشكل ده دورت على الملي مول، هي الملي مول موجود بدوش حساب الملي مول موجود في المولاريتي، لانه المولاريتي هي عباره عن ملي مول على الميل. هو بيقول لك 0.25 مولر يعني 0.25 ملي مول على الملي لتر، هو بدوش ملي مول على الملي، بده ملي جرام على الملي لتر. ايش يعمل؟ بده يضرب في الفورمولا ويت بس، بده يضرب الربع في الفورمولا ويت وانتهى الموضوع. معايا يا شباب؟ لو جيت طلعت على المساله فوق انت تقول يا الله كيف بدي اجيب هذا؟ صعبه. لكن لو طلعت ايش اللي بدك اياه؟ بس ملي مول، طلع تلاقي المساله انتهت. ما دام جبت الملي مول ساعتها بده هو ملي جرام، سهل احول من ملي مول لملي جرام. هيو ايش قايل لك هو؟ هو قايل لك في الملي، عشان هيك انا قلت لك 0.25 ملي مول على الملي لتر. هو بدهش ملي مول على الملي، بده ملي جرام على الملي لتر. هو ما عطاناش بالملي. قال لك مولر. قال لك مولر. السؤال بيقول بير ملي لتر على الملي لتر يعني. ما دام قال لك مولر، ايش هي المولاريتي؟ انت بتقول مول على اللتر او ملي مول، اذا الملي مول صارت معلومه عندك، مجرد بدك تحول الملي مول لايه؟ لملي جرام، هذا هو منطق تفكيرنا. طيب بتهيألي يمكن في حاجه؟ لا هذا هي. نيجي نطلع على المسألة التالية، وهذه مسألة بتمر معنا بشكل كبير. كيف بدنا نحضر محلول معين؟ بيقول find the number of grams of sodium sulfate required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution. انت علي، انا بهمنيش ايش بده، هو ايش بده؟ بده number of grams، ماليش دعوة فيها، انا ايش بدي اجيب؟ الملي مول على طول. طب هذا اقول ملي جرام على الفورمولا ويت؟ لا، معطيني مولاريتي وفوليوم. اذا فيش قدامي الا اني اجيب الملي مول عن طريق ايه؟ ما هو الملي مول احد حاجتين، يا ملي جرام على الفورمولا ويت يا مولاريتي فوليوم، فيش عندي حاجه ثالثه لها، لقيت فيش عندي شيء ثالث. معنى الكلام بدي اضرب هدول الاثنين في بعض بيعطوني الملي مول. طيب انا بديش ملي مول، بدي جرام. بضرب في الفورمولا تعطيني ملي جرام، بضرب في الفورمولا تعطيني ملي جرام، ملي جرام لجرام. طبعا هذا بدهاش على طول. معايا يا شباب؟ كمان مرة بقول بدي احضر اي محلول تركيز معين وحجم معين. بقول والله ببساطة خالص، ما دام عندي مولاريتي وفوليوم بجيب الملي مول. الملي مول مولاريتي وفوليوم، جبت الملي مول خلاص، بعدين بدي احوله لملي جرام بس، ومنها بجيب الجرام اذا كان بده اياه بالجرام. مولارية هي مولارية، ما هو المولاريتي في الفوليوم بالميل، هذه هي الملي مول. حولها لملي. ملهاش دعوه المداريه، مداريه هي لما الحجم عندك يكون، لما الحجم عندك يكون كبير ولا قليل، ايش دخل التركيز؟ ملوش دعوه. طيب بامكانك تشتغل بخطوه واحده، شفنا هذا الكلام. خلينا نطلع الان على هالحاجه. في عندك محلولين، المحلولين هذول احنا يعني بيحتوي على مادة معينة، محلول بيحتوي على مادة ومحلول يحتوي على نفس المادة يعني، لكن التركيزات مختلفة. احنا خلطنا المحلولين هدول، فعايزين نحسب تركيز المادة في المحلول النهائي. نطلع على المسألة، ايش بتقول؟ Find the molarity of potassium ال K plus after mixing 100 ml من 0.25 molar KCl، يعني عندي 100 ml 0.25 مولر KCl، هي البوتاسيوم فيها. With 200 ml of 0.1 مولر K2SO4. طيب هو بده المولاريتي للمحلول النهائي للكي بلس. ايش بدي اوجد انا؟ الملي مول كي بلس، بس هي اللي بدي اوجده، وبعدين بلاقي المسألة انحلت قدامي. هو بده المولاريتي للكي بلس، طيب ماشي سيبه. خلينا نجيب الملي مول، لأنه هي المفتاح، عندك المسألة غرفة مسكرة. ايش مفتاحها؟ ما دام بنشتغل ستوكيومتري ملي مول، انتهى الموضوع. الملي مول احد حاجتين، يا مولاريتي فوليوم يا ملي جرام على الفورمولا ويت. فهنا طبعا يعني بقول لكم انا انه الملي مول، انا خلطت محلولين، يبقى المحلول النهائي بيحتوي على عدد من الملي مولات، ايش بيساوي؟ الملي مول اللي جاي من الاول زائد الملي مول اللي جاي من الثاني، صحيح؟ طب نجيب الملي مولز. ايش بيقول؟ الملي مول بوتاسيوم، الملي مول اللي جاي من الكي سي ال، والملي مول اللي جاي من الكي 2 اس او 4. الملي مول المولاريتي في الفوليوم اللي جاي من الكي سي ال زائد الكي 2 اس او 4، بدك تاخذ بالك.
تركيز البوتاسيوم في الكيتو اس او اس او 4 ضعف تركيز الكيتو اس او 4. يعني اذا كان تركيز الكيتو اس او 4 واحد من عشرة، البوتاسيوم تركيزها 2 في 1 من 10. ليه؟ لانه كل مول من البوتاسيوم كي 2 اس او 4 يحتوي على 2 مول. بدك تنتبه الكي سي ال وحده، هي هذه نفسها، هذه نفسها واحده بس. فال 0.25 ال 0.25 مولر كي سي ال يعني 0.25 مولر كي، بينما الكي 2 لا، كي 2 هذا عباره عن ضعف التركيز، تركيز مضاعف. فبنقول الملي مولز ايش بتساوي؟ المولاريتي في الفوليوم زائد 2 في 0.1 في الفوليوم بيطلع 65 ملي مول. الملي مول الاول، مولاريتي في الفوليوم الاول، الملي مول الثاني، مولاريتي في الفوليوم للثاني، جمعناهم. الان هو بده المولاريتي، طب المولاريتي ايش بتساوي؟ فيش قدامنا ملي مول على الملي لتر. الملي مول 65 على اللي خلطناهم 200 و100 300، صار الحجم نهايه 300 مل. معنى الكلام تطلع 0.22 مولر. يبقى يا شباب يا شباب، الموضوع من ابسط ما يكون. حل اي مسألة احنا بدنا نحاول انه ما نحفظش حاجة خلال الشطر هذا، بدنا نحاول انه لا نحفظ. فش القوانين، القوانين اللي تعرفها هم هالقانونين هدول اللي انا علمتك اياهم. انه الملي مول يساوي ملي جرام على الفورمولا ويت، او انه الملي مول يساوي مولاريتي فوليوم. انه استخدم اللي في السؤال، حسب السؤال. اذا كان اعطاك ملي جرام اذا ملي جرام على الفورمولا ويت، اذا كان اعطاك مولاريتي او فوليوم اذا مولاريتي فوليوم. ماشي يا شباب؟ طيب بنوقف هان، واذا الله راد الحصه الجايه بنكمل. في اي حدا عنده سؤال؟